ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. ومرة أخيرة مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 31، الصغرى 21، الإسكندرية 25-19، مطروح 24-18، بورسعيد 26-20، إسماعيلية 32-21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 31-21، العريش 27-20، طابة 25-17، شرم الشيخ 34-24، الغردقة 34-24، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37-26، أسوان 39-27، الوادي الجديد 35-25، شلاتين 33-25، حلايب 33-25، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.